عسلامة عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة. ناس الكل، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم نهار الخامس معاكم، مش نحضر معاكم شقنا الفطر ونعطيكم تبارتي بتاع اليوم. حصلوا اني اليوم البنات خرجت مشيت للمرشي ما نحكي لكم شنو صار عليا. ضيعت مفاتحي، تعرفوا مفاتحي فيهم كل شيء، فيهم مفاتح الدار، مفاتح الدار البرة، فيهم مفاتحي متاع الدريسينج، فيهم يعني فيهم مفاتحي الكل. والدوبل زيت حتى متاع الدريسينج عندي فيهم الدوبل، مفتاح الدار، الصالة، حصيله ما نحكي لكم. مش كنا في 11 مفتاح، هيك 12 مفتاح كان مش اكثر، كل ضاعولي في المرشي. تعديت المرشي مانيش عارفة، صدقوني لاني عارفة شنو اللي صار، كيفاش ضيعته. اللي نتذكر لاني وقفت على نصبة متاع فلفل، وقعت نختار في الفلفل. اني صورت شوية ما حطيتوش في الفيديو هذا خاطر حسيته طويل، قلت هو جولة نخليها لكم غدوة ولا حاجة. حصير وقفت على بياع متاع فلفل، قعدت نختار في الفلفل. نتذكر معناها اني في الفيديو وقتها وقتها المفتاح ما مشيت في النصب هذيك، مشيت بيه من بعد ما حصير البنات والله ماني عارفة جيت في الكوم متاع الفلفل. رجعت له معناها الراجل قال لي ما فما حتى شيء. نتذكر انه وني نختار في الفلفل طاحت حاجة في تحتي بالضبط، جيت قفة معرضت لي واني نختار، معرضت لي قفة متاع امرأة. في بالي طاح قرن فلفل، يعني لوشت عليه اللوطة ما لقيتوش، قلت بالكش في قفة المرأة حشمت باش نقول لها راه طاح فلفل. في بالي قرن فلفل، ظهر لي مفتاحي هو اللي طاح. والله ما تصدقوش البارح اصلا ما نجيبش حتى نتعشى، يعني فاتح الكل، فاتح الكل، عاد عندي حتى مفتاح وقجورات الدريسينج متاعي مسكرين مقفولين. عندي قجورة معناها حاطة فيهم حاجات متاعي، وراقي وكل شيء مقفولين قاعدوا، ما عادش عندي مفتاح. نحكي لكمش على الحمصة اللي حاسة بها، قاعدة داخل الباجيت متاع الباجيت لهني في مساكن، فما شكون يصور هيك المفاتح، فما شكون يقول شكون ضيع مفاتح. عطيلو الله اعلم، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نلقاه وكهو، خاطر عرفتو كان فاتح الكل. ما تصوروا انتم بالزهر، من بعد روحت حماتي مشيت لصلاة الجمعه، قعدت ملوحه قدام الدار اللي راجلي جاني من الخدمه باش حلي الباب. تخيلوا انتم يعني الزهر. نحكي لكم اليوم شنو صار فيا، اول نهار نعطش فيه، اول نهار نتعب فيه، اول نهار ما نحكي لكم. مش الحمد لله وكاها، وان شاء الله يرجع لي المفاتح، سينو بنك بس اصلي نبدل القفوله وحال حليله وكاها. ان شاء الله ربي يرجع لي مفاتحي يا ربي. اصلي المسانسه ديما فما دعاء ندعي كي نضيع حاجه، دعيت وفما سورة زادة ديما تقولها كل ما ندعيه سبحان الله ترجع لي الحاجة. ما نعرفش حاسي اللي ممكن كانت هزت مع في قفة المراكة، ما نصورش كان نلقاه. حاسي لو البنات لهني كملت، رديت على العشية، عملت شربة باللحم وعملت نواصر، وباش نعمل خبز محشي. والله عملته على خاطر بودور، قد لي سيرين بربي شهية الخبز المحشي متاعك، واللي تعملته ملول قلت لا مش باش نجم، يعني مش باش نجم حتى نعمل بريك. اللي جا ما عادش بكري، راهو معناها صليت العصر وقعدت وارتحت شويه، من بعد قمت للعشاء. اما الحمد لله كملت اني والمغرب بالضبط، رديت على الشربه ونواصل هكما هاكا ساهلين، وما قعد لي حتى شي. حماتي عملتني في السلاطه وكا، وقلت هي برا شنو فيها هي الخب. ما نحبش اني حد يطلب مني حاجه ما نجمش نعمله، خاصه تجيني من عند فودور لازمتني معناها نعمل لها. ملي قلت لها ما نتصورش ما نجمش، بعد قلت لها اني قاعده نعملك هكا. عملت لهني العجينه البنات، خديت عملتها، شوفوا ناقصه خميره، وعملتها بالزبده
في العادة نحط فيها خميرة بزيد، نحط فيها باكو خميرة. المرة دي حطيت فيها دوبة شوية خميرة، خاطر ما نحبهاش تخملي تولي كيما الخبز، معناه كيما مستنسة اني نعملها، نحبها تقعد هكا بات هكا هشوشة بالزبدة مخدومة وتبدأ بنينة. حتى في المطعم جات تهبل بالحق، بنينة بنينة زادة. خديت اقل من كيلو، اني حطيت فرينة وحطيت كاسة حليب ومغرفة هيك كبيرة خميرة فورية، شوية ملح وشوية سكر، وعجنتهم بالمي الدافي. بعد في الاخر من بعد ما هي تبدأ تتعجن، اني نحط لها الزبدة. عندي زبدة الطوريق، ولتو لقيت فضاء اني نعمل حاجة هيك معناه نعمل عجينة مورقة، نعمل سالي، نعمل نارش حسيل، لقيت وقت. لاني باش نحط ما بين مغرفتين 3 مغارف زبدة في الاخر بالطبيعة، نحطها باش هكا تقعد حتى مطعمها فيها وتعطيك الهشاشة للعجينة. ما شاء الله جات رطيبة العجينة تهبل. اني مغرفتين البنات كيما قلت لكم، راني اقل من كيلو عملت، ما عملتش كيلو، تقريبا 700 غرام هكاك عملت. يعني باهية الزبدة، مش مشكل يعني تحطوا تطلع لكم هشوشة اكثر. اني حبيت نبعد شوية على العجينة اللي نعملها في العادة، مثلا نعملها كيما الخبز بالضبط، يعني بتبدا هكا حتى من بعد كيف تطيب تبدا قطنية، تبدا هكا منفجة، وتبدا كل خبز مقطنة. وكل المرة دي اللي عملتها هكا ما تشوفها ما خمرتليش، معناها ما طلعتليش برشا، كتحسها كل باتي عجبتني على الاخر. الباتي عملت لها شوية زيت زيتونة وغطيتها وخليتها تخمر شوية على راحتها، هي ما فيهاش برشا خميرة، يعني مش باش تخمر لي برشا، دوبة شوية ربيع ساعة بعد نبدأ نخدم فيها. في العادة نعمل بالتون، المرة هذه قلت خل نبدل شوية، اني ريتو اليوم على اساس اللي وقفني على النصبة متاع الفلفل، اللي اني كنتش نعمل سلطة مشوية وشتيت اكل بقلوتي هكاي. يا ريتني ما شتيتها، ويا ريتني ما خممت في السلطة المشوية جملة، في الاخر ما طيبتهاش. اليوم على اساس نعمل سلطة مشوية، باش نعمل طاجين وشربة كهو، مانيش باش نعمل بلا برانسيبال. قلت يزي سلطة مشوية وطاجين، مديت عاد مصباح، مديت الدجاج ومديت الكبدة وكل. بعد كي بدلت البرنامج الكل وليتك الدجاج والكبدة، عملت بيهم الخبز المحشي، لاني حميتي عملت لي قصت لي السلطه. قديت حبش نعمل لك في حاجه، وقلت لها لا ارتاح على روحك يزي ما تعبت. تقولي هات نغسل لك الماء، نقول لها لا يزي ما تعبت، برا اقعد على روحك. حصيلو لا اله الا الله، غديك قصيت الجبن، ولاني حطيت النواصر، حطيت فيها شويه زيت وملح، ياسر بنينه طلعت لي نواصر. تعرفوا اول مره نطيبها بالطريقه هذه، في العاده كي نعمل لك النواصر متاع الحانوت، فرق كبير ما بين نواصر الحانوت ونواصر الدياري. بالحق بنينه بنينه على الاخر. اني عملت تقريب 600 غرام 700 غرام كيك، ما شاء الله ما قعدت ليش، حكي تبدا مغرفه. مقارونه المره اللي فاتت عملت رطل قعدت لي، المره دي نواصل بالرغم عملت الخبز وعملت شوربه بالحم، يعني قويه شويه كمان، ماهيش كيما شوربه الحوت، وما شاء الله يعني ما قعدت ليش. حاطه له حتى الفطور الصغار ما قعدت لي، جاب ربي عندي صوص مقارونه، قلت غدوه نصمت له مقارونه، عجبتني على الاخر. اني ساعات كنت طيبها حتى قبل، نقول ما فهمتش كيف يحبوها النواصر، ما نحسها عجينه، يعني قش عليك تاكل في العجينه، فرق كبير ما بين متاع الحانوت وما بين متاع الدار. حتى في الحليلمه بنت متاع الدار كيفاش تبدا مخدومه بالخميره بنه اخرى. متاع الحانوت جربت وشريتها، قلش عليك تاكل في عجينه بلاش طعمه، يعني عجبتني على الاخر نواصل. الحقيقه حسيتها بنينه على الاخر هكا. هو لهني البنات حطيتك الحشو وكبده، الاكثريه كبده حصيل، وعملت الباتي كبده وزر الدجاج، وحطيت عليه بطاطا، لا قليت بطاطا لشي خاطر ما عادش بكري، وحطيت جبن، حطيت زيتون مع دنوس وكهو. هذه نواصل لهني بديت نسقي فيها، بطبيعة هي نواصل ما فيهش روح جملة،
طيبت الدجاج وطيبت اللحم وطيبت الحمص والجلبينة، ومن بعد في الاخر حطيتها هي وبديت نسقي فيها، ما سقيتهاش برشا زيادة باش ما تتعجنليش. اكاهو شوربة زيادة عندك بها طيب، نحط لها نحط لها المالح متاعها. اول مره تعرفوا اول مره في حياتي نعمل شوربه بالعلوش، ما نعملش لا علوش لا دجاج في العاده. اما قلت شريت راني حوت معناها خديت السبارس للشوربه، من بعد حسيت ما عادش وقت باش نقعد نغسل في الحوت ونقعد نطيب في الحوت وكل اللي تعملت باللحم. اما الحوت اخف يعني، اما حتى اللحم دينا مخوف، الحوت تحسه اخف هيك في الشوربه. هكا هو لهني خديت العجينه باش نحلها، تحط الملمس متاعها كيفاش هذيك الزبده تعطيها هكا طراوه مش عاديه للعجينه، تبدا سوبل وتمشي معاك. باش نعمل لك الشكل الكلاسيكي بشكل كلاسيكي هذاك البدي، من غير ما نشعر بدي نعمل فيه كيك. نقول خلينا نعملها طبقة عجينة وفوقها الحشو ونزيد عجينة من فوق، محبهاش برشا، نحس أكثر حاجة هي هذه نعملها رولي بعد نقصها خير من الأخرى يعني. تبدأ هكا درا كيفاش متنجمش حتى تاكلها بسهولة. كهو شوية هريسة وشوية من الحشو، ما نجمش استغنى على هريسة يعني، ما نجمش. غسيل وجهه بنا 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 في رقم قياسي، صدقوني في رقم قياسي. كان جيت في الفطار معناه نعم في خبز محشي، تحب لي الماعون وتحب لي الوقت، هو اعمل عجينة هو خليها ترتاح. ما فهمتش سبحان الله في رمضان الواحد كيفاش هكا ربي نزل عليه يعني عرفتوا كل فيسع فيسع الحاجة تتعمل يعني. في الافطار احنا نطيبو طرف كسكسي ومقارونة تلقانا نتشفعوا معناه ملكو جينا ومن المعونة اللي هبط ومن المعونة اللي تقدس على طرف ماكلة. وفي رمضان تبارك الله يعني نعملو اكثر من صنف والوقت في ساعة في ساعة يعني. يعني دخلت اليوم دخلت الاربعة ونص كيك، الاربعة وسبعة حاجة كما هكاك، كملت الستة حتى ساعتين ما جاوش. ساعة معناها ساعة ونص حاجة كما هكاك طيبت كل شيء. ستة كنت مكملة، غسلت الماعون ركحت الدنيا معناها ما شدتش مني يد جملة. الكوجينة البارح زدها كيف كيف، البارح عندي الحشو متاع البريك، عندي المرقة حاضرين، الشوربة حاضرة. البارح بخلاف معناها اني قليت البريك وطيبت المرقة زدها كيف كيف في ساعة في ساعة. شقان الفطر احضر سبحان الله، والله سبحان الله ربي يعاوننا وربي يعطينا القوة إن شاء الله. وكل شيء بأجره والله البنات، كل شيء بأجره. هكا هو هذه آخر كعبة جات قد قد مع الحشو مع العجينة جات قد قد. كهو باش ندهنها توا بكعب عظم فيسع فيسع من الفوق باش تعطيني لون مزيان. لا حطيت حليب لا حطيت فيسع فيسع، نزل في روحي تقريبا لهني الخمسة ونص هكاك، قلت خليهم يدخلوا يطيبوا ستة غير درجين كي نخرجهم باش يبردوا، باش كي نقصهم يبداو باردين معناها ما يمشوا معايا. عشي اليوم تاكل، احنا بالنسبة لنا اول مرة هيك معناه عشية ما يقعدش منه. في العادة لازم تقعد شوية مرقة مقارونة نسخنها من غدوة للصغار، اليوم ما شاء الله ما مقعد لي حد شيء، شوية شربة صغار قلقوا من الشربة. وكهو لهني البنات وكقاعدة نسقي الصوص متاعي اختارت. انا عملتها البنات من عرفش نواصل حقي طيبها بالبصل، كهو اني عملت بصل وثوم يعني كيما صوص المقارونه. تعرفوا هذه النقطه ما شفتهاش يعني، من عرفش تعملوا النواصل تتعمل كيما البصل خضرها بالعلوش ولا تتعمل ثوم وبصل. انا عملتها الحقيقه ثوم وبصل
يعني كيما صوص المكرونة ولا صوص الرز. جي ذاق أنس قال لي يما بنينة علاش ما تعملها لناش ديما. قلت له هاش نذوقها ونشوفها، كان بنينة تنولي نطيبها ديما. خاطر كيما قلت لكم ماني نعرف متاع الحانوت، حتى شيء. هكا هاو لهني باش نحضر الطاولة، كيف كيف طاولتي على بكري. أنا ماذا بيا نحضر الطاولة قبل ال قبل ال قبل ما نطيب. قولوا لي علاش، باش الطاولة ما تتمسخش وما نقعدش ننظم فيها من بعد. هاكا ديريكت نحط طاولتي، ومن بعد كنهار عملتها تقريبا نصف نهار الطاولة، باش الطاولة ما تدخلش بعضها، باش نستعمل كل الرخامات من غير ما نستعمل الطاولة. التلفزة حاسيل واني والله ما نستني على الاخر باش بها، مش عارفة قبل ما حالة اني كي ندخل كوجينة ينحط حدايا تليفون، ينحط حدايا بورتاتيف تذكروني، نحسها تونسني على الاخر. نبدأ هيك نسمع فيهم، نحس روحي نتشجع ما نفيقش بالحاجة كي نعملها. يعني مش نمد السيرفيس، رجعتش اليوم المعول لبلاصتو خاطر خرجت قضيت، وكل ما تلهيتش حتى التبش. صدقوني بعد المغرب نشرت التبش، نهار هيك ونهار هيك وكهو. باش نرجع المعول لبلاصتو، باش نفرغها، باش نحط فيها الماعون اللي استعملته تو. لهني ساي قلت خليني نسقاها، خلي حتى كان بردت شوية مش مشكل. خضرية طابت وما حبيتش، قلت من بعد نسخنها طري في الصوص ونسقي بها. بعد قلت خليني كهو، معناها خليني نسقاها نرتاح، نحضر طاولتي، ندخل نتوضى على روحي وننسى الكوجينة. ما عملتش فلفل، خاطرني كل ديما نقلي فلفل ويقعد ناكلاني. راجلي ما يحبش الفلفل، حماتي ما تحبش الفلفل المقلي، وليت ما عادش نعمل فلفل مقلي. قولوا لي راخص، راجلي يقول لي تقلق لي في معدتي. ذاك علاش كنتش نعمل سلطه مشويه، قلت مشيش معناه ما ياكلوليش مع صغاري، زاد ما نتصورش يحبوا السلطه مشويه والحر. بدلت البرنامج لاني فرغت الغساله باش نحط المعونه اللي استعملته الكل في شقان الفلتر مع معونه الطاوله. هو كتتملالي خاطر كان نحط فيها كان معون بتاع الطاولة ما تتملاليش، معناها هاكا ديما نحط كل شيء مع بعضه وبعد نخدمها فرد مر. اما بطبيعة كريتو كل البلاستيك، ولازم باش تلقى عندك حاجات لازمتهم يتغسلوا، لكن بتاع الروبوات وكلها كنت نغسلهم على ايديا خاطر عندي لاشوارة غسلتها في اللافيسيل. البلاستيكة تعوجت وكان نغسل بيديا، وجست اللينوكس والبلار نحطه كيسين المغارف والباقي نغسله على ايديا. حاسيلو رقم قياسي اني يعني اليوم في الكوجينة. الحمد لله الواحد ربي يعانو رغم التعب ورغم بالحق. مش كيما تبدأ في الدار البنات، كيما تخرج هكا وتتعب في الثنية والشمس فوقك وكل، تحس روحك تروح للدار ما عادش فيك اصلا. تقول كيفاش ربي باش يعطيني القوة ونطيب. شو ربي يعين الناس اللي تخدم، الله ربي يعينكم الناس الكل، اجركم اجرين والله. ذكرت من بعد السلطة في اخر وقت قلت حق السلطة ما فوحتهاش. اما راه مازال بكري ريت، ولا هني حتى الستة ما جاتش. راه اماني كانت تراوني كيفاش نزرب تقول ساي باش ياذن. اما احنا اماني لا هيك نحب، معناها نحب الستة تكون الكوجينة نظيفة، نحب كي نقعد ناكل تلقى الكوجينة نظيفة، مش نبدا ناكل ونغزل لك الماعون. صدقوني لا نجم نتعشى يمكن كهو فواحدة شوية ملح فلفل اكحل شوية نعناع شايح، وباش نحط لهم كل واحد وصحنه. في العادة نحط صحن كبير، نحس معناها كل واحد يعمل على الآخر باش ياكلها السلطة. هاكا كي نحط لهم كل واحد وصحنه، كل واحد يفرغ وصحنه. اليوم تكليت السلطة، في العادة نلوحها خاصة نتاع الخس تقعد لي منها،
اليوم تكليت خاطر كل واحد وصحنه بجنبه. الباتي شد روحه شوية، ريتو البنات ما نفج ليش برشا، معناه الحشو كهو فيه، ما هو شكل منفج. بنا مش عادي يا جيد، كملت حطيت الطاولة باش نمسح شوية الغاز، حالا ما تمسخ ليش برشا اليوم خاطر ما طيبتش حاجة كبيرة ولا مقلي ولا حاجة. لميت نظفت الغاز، الكوجينة عملت لها مسحة باش من بعدها وكا بعد شقل فترة نلمها وكا وما نقعدش نصيق ولا نمسح ولا حاجة. كي تبدا نهار تستحق مثال بعد شقل فترة اني باش نصيق ولا نمسح وكانوني نمسح من الأكثرية قبل شقل فترة، نحب نركحها ما نبداوش قاعدين على بلاصة مش نظيفة. عليك بيا الشوكولا. انتي كنافة على شنو جابها لك؟ هذي على جبن زعما. ها مش نذوقو هذي زيد هاي زعما بالجبن هذي. تحب تذوقها تو تو ها تنذوقها من بعد. مد اللي جبتها اني زادا ولا زليب يلا غالب قال لقيته مسكر. ها هيت البارح عندي كوم زليبيا واليوم هذاك شنو قال لي تو مره قال لي كي تجي مره جاي يعني حاجه قويه. هات تذوقها تو تشوف حطها في صحن. مد الساليب انا اعطيك الغريب نهارت اللي معاك الغريبه ولا صاحبتي ما ناكلهم بعضنا. مش ناكل القطايفة محليهم ثم كمل كمل شو اسمهم كمل كنافة شي يودي ما فمش ماكلة والله. ما تحرش من اول ما اللي بدينا رمضان ما تحرش ما تقومش معنا. هاي يجي نشرب قهوة. شنية ذيك؟ لان مخ فلافية تعرف تاكلها في صدقاء. احلى قهوة معبودة قهوة. اذا نستناو في شقان الفطر باش نتلاقى. الله يعطيه الصحة وسامة والله. قطايف قريبة مغروض فصدق قهوة قطايف يا غرد. هذيك كنافة هذه كنافة وش تجيب مصور نادي قدر وهذا شوكولات وهذا هذا ملفي وهذه كنافه والعصير ودو تخسرني يا غوله. قلت له قد تربي 20 كيلو نزيد يعني
شو خيتي والله العظيم وعطيه الصحة وسامة والله ربي يهنيكم وكا ويخذ قهوتك ربي فضله.